مساء الخير والسعادة، وحشتونا كالعادة من الأسبوع اللي فات. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فقرة جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم 50 دقيقة. مساء الخير يا منى. مساء الخير عليك يا إسلام، ومساء الخير على كل مشاهدي برنامج 50 دقيقة. احنا معانا ايه النهاردة حضرتك؟ النهاردة هيكون معانا فقرتين. الفقرة التانية هتكون عن الألعاب الإلكترونية اللي بيكون فيها مراهنات، ويعني بتكون لعب زي القمار. طب والفقرة أما الأولى؟ الفقرة الأولى فهي فقرة هامة جدا، وفقرة أثارت جدل كبير قوي. الفقرة عن تصريح الدكتورة أمنة نصير إن هو يجوز زواج المسلمة من غير المسلم، وهيكون في ضيافتنا الشيخ حسن عطية من علماء الأزهر الشريف. بنرحب جدا بحضرتك ومنورنا النهاردة، وعندنا أسئلة كتير. وإيه رأيك في التصريح اللي ظهر على السوشيال ميديا؟ أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا مع الدكتور. ربنا يخليك. أهلا بحضرتك. يا ريت تقول لنا رأي حضرتك إيه في التصريح اللي ظهر للدكتورة أمنة نصير؟ إن هو بزواج المسلمة من غير المسلم. رأي سعادتك إيه بالنسبة لهذا التصريح الذي أثار جدل واسع النطاق، خصوصا على مواقع السوشيال ميديا؟ واحنا عايزين رأي حضرتك بالنسبة لهذا التصريح بصفتك متخصص ودكتور وعالم من علماء الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني عايزين نعرف الزواج في الإسلام أصلا إيه هو. الزواج في الإسلام الله سبحانه وتعالى ذكره بأنه الميثاق الغليظ. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالله سبحانه وتعالى سمى الزواج هنا بالميثاق الغليظ. يعني إيه الميثاق الغليظ؟ يعني بالعهد، يعني العهد على الزوج بمراعاة زوجته دنيويا ودينيا. يبقى دلوقتي الدين مرتبط بالدنيا، يبقى دنيويا ودينيا. طيب، يبقى هنا ناخد من هنا ان الزواج في الاسلام بيختلف عن زواج في اي ملة او اي ديانة غير الاسلام. يعني بمعنى اوضح، يعني ان لا وجود عندنا في الاسلام لما يسمى بالزواج المدني. لماذا؟ لان عندنا في الاسلام الزواج قائم على اشياء، كما يقول الله في سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب، يبقى دلوقتي السكن والمودة والرحمة مين اللي مسؤول عنهم؟ الراجل الزوج. يبقى إذن الولاية هتبقى في إيد مين؟ الزوج. في إيد الزوج. أيوه. فما دامت الولاية في يد الزوج، إذن الزوج هو القائد لهذه الأسرة وهو الحادي لهذه الأسرة، والزوجة هي ظل الزوج، فكيف أعطي الولاية لغير المسلم؟ كيف أعطي؟ يعني بصرف النظر عن النسب والأولاد أنهم سيتبعوا خير. الحكمة من ذلك يا فضيلة الدكتور؟ الحكمة من إيه؟ من أن الشريعة الإسلامية حرمت زواج المسلمة من غير المسلم. طيب، وتسمح بالعكس. جميل، بس أنا عايز أوصل، أنا لسه ما وصلتش إن الشريعة الإسلامية حرمت. أوه. يعني أنا لسه دلوقتي لسه ما وصلتش إن الشريعة الإسلامية حرمت. لأن الآية اللي حولها الشبهة اللي هي في سورة البقرة، الآية رقم 221، التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ده الشاهد معانا. فبيقولوا إن غير المسلم لو كان هو مشرك يبقى خلاص، يبقى ده حرام. طيب لو كان هو يؤمن بكتاب؟ بالظبط كده.
جميل، من اهل الكتاب. ايه الدليل بقى على الكلام دوت؟ وازاي الشريعه حرمت؟ ما هي الدكتوره امنه لما بتيجي تتكلم بتقول كده، بتقول ما فيش ايه في القران بالزبط بتحرم زواج الكتابيه، ما فيش نص صريح. جميل. يبقى النص اللي عندنا دلوقتي اللي هي بتزعم ان هو بيحرم المشركين بس، دوت اللي بيحرم المشركين. طب ايه اللي بيحرم الكتابيه بقى؟ طيب انا اقول ان في قاعده بتقول وبضدها تتضح الاشياء. تعالوا نفتح سوره المائده، ماشي، الايه رقم 5. الله سبحانه وتعالى يبين هنا في هذه الآية الخامسة من سورة المائدة، يقول عن الأشياء التي أحلها، فقال لنا إيه بقى؟ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام الذين إيه؟ أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب من غير المسلمين حل لكم، يعني الذبائح بتاعتهم إحنا ناكلها والعزائم ما فيش فيها مشكلة، وطعامكم حل لهم والذبائح بتاعتنا ياكلوا مننا. ماشي. طيب وطعامكم حل لهم. طيب نركز بقى في الآية اللي جايه، والمحصنات من المؤمنات. المحصنات الالف والت هنا المقصود بها الايه؟ النساء. النساء صح كده، بيخاطب المؤنث. المحصنات من المؤمنات اللي هم المسلمين. المؤمنات المحصنه اللي هي ايه؟ المراه العفيفه المؤمنه التقيه. والمحصنات من المؤمنات ديت حلال لنا، ماشي، من المسلمين. وبعدين عطف عليها بالواو العاطفه، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى دلوقتي احللنا مين؟ المحصنات اي المؤمنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. طب ليه ما جابش بقى والمحصنين؟ ليه ما جابش والمحصنين اللي هم الذكور؟ اللي هم الذكور. يبقى الايه دهيت بتؤكد تحريم الاسلام، تحريم الإسلام ومنع الإسلام من الزواج، منع المسلمة من الزواج بغير المسلم. طيب السؤال اللي أخويا أستاذ إسلام سألهوني، إيه الحكمة؟ سؤال جميل قوي. أنا عندي حكم كتير جدا وهبعد عن الأولاد، يعني ممكن يكون أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يتبع الأولاد خير الأبوين دينا. طيب أنا دلوقتي عشان ما يبقاش في عنصريه ويقولوا عنصريه والكلام دوت كله، انا دلوقتي اما اتجوز كتابيه، اما مسلم يتجوز كتابيه، ممكن يقف يستناها قدام الكنيسه لحد ما تروح تعمل الايه؟ الطقوس بتاعتها والكلام ده، ممكن يستناها قدام المعبد، غير مسلمه يعني. طيب لكن لو المراه بقى المسلمه تزوجت غير مسلم، الولايه في يد الزوج وعليها ان تطيع زوجها. إسلامنا يأمرنا بذلك، أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في غير معصية الله. طيب لما يأتي الزوج الغير مسلم ويأمر زوجته بألا تصوم رمضان، هي كده تأسم ولا مش تأسم؟ آثمة. يبقى كده بتعصي ربنا. لما يمنعها ألا تصلي، لما يمنعها ألا تحج، يبقى دلوقتي هي يبقى انا دلوقتي بقت هي محتاره. يبقى دلوقتي هي يجب، الاسلام بيقول لها يجب عليك ان تطيعي زوجك، وفي نفس الوقت لو هي اطاعت زوجتها عصت الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. طب ايه رايكم في النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني ليه حكمه طبعا. جميل. بس برضه سؤالي في الحته دي، اتفضلي. طب ما برضه ممكن الراجل المسلم يمنع زوجته المسيحية ان هي تقضي الصلاة في الكنيسة. طب ما ده برضو يعني جميل. بس هنا في حاجة احنا قلنا في بداية، انا قلت في بداية كلامي الآية اللي هي وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني ايه ميثاق غليظ؟ يعني الله من عقود الزواج، يعني من ضمن شروط الزواج، يعني أن الله أخذ العهد والميثاق على الزوجة أن يعامل زوجته بمعاملة الإسلام. فمن معاملة الإسلام، من شروط معاملة الإسلام ومن شروط الزواج الإسلام الصحيح، ألا يمنع زوجته الكتابية من تعبدها ومن حضور طقوسها. طب لو هو منعها هو يأسم أصلا ويفرق بينهم. مظبوط. طيب أنا عايز أقول حاجة بالنسبة ل بالنسبة للحكمة برضو اللي أستاذ إسلام سأل فيها. طيب أنا عايز أقول حاجة دلوقتي، الزوجة أما تبقى تحت غير مسلم، ماشي، تحت ولاية غير مسلم، تحت ولاية غير مسلم،
اما هي تبقى تحت ولاد غير مسلم وهو يجي يمنعها، هي هتبقى محتاره. يبقى انا دلوقتي بديها الحريه الاسلاميه اللي الاسلام اداها لها. طيب الرسول بيقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، طيب في هنا ايه رايكم في النبي؟ ها؟ صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما ينزل عليه الوحي وقبل ما يبقى نبي، قبل البعثه كانت زوجته زينب متزوجه لابي العاص ابن الربيع، وكان مشركا، كان غير مسلم. وبعدين لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وصار نبيا، فلم يفرق رسول الله بين زينب وبين زوجها. لما رجع ابو العاص بن الربيع وسال زوجته قال لها انت اسلمت؟ قالت له اه. قال لها من ورايا؟ انت اسلمت من ورايا؟ فقالت له ما اسلمت وحدي، لقد اسلم علي واسلم ابو بكر واسلمت امي اللي هي السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها. فطبعا رفض، فقالت له اسلم، فرفض الاسلام، ولكن رسول الله لم يفرق بينهما. وسيدنا النبي هاجر وترك مكه وراح المدينه، هاجر من مكه الى المدينه ولم يفرق بينهما، واسر ابو العاص بن الربيع في يد المسلمين ولم يفرق بينهما. السيده زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت قلادتها، أرسلت العقد بتاعها اللي كانت هدية الرسول ليها، اللي هي كان ملك أمها السيدة خديجة، أرسلته لتفتدي زوجها. شوف الحب وشوف الإخلاص، شوف حبها لزوجها، وشوف النبي عاملهم إزاي وما فرقش بينهم برضو إزاي، لأنه لم ينزل التشريع من السماء ولا الوحي أن يفرق رسول الله بينهما. فلما أسر ونظر رسول الله إلى القلادة فبكت عيناه ودمعت وقال لأصحابه هل فديتم أبا العاص بن الربيع ورددتم على ابنتي قلادتها؟ يعني بيستأذنهم. شوف النبي، شوف قمة الديمقراطية، شوف قمة الديمقراطية من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العظيمة. طيب وبعدين لما جه رد القلادة والكلام ده كله ورجع، هو برضو رفض الإسلام. فلما رفض الإسلام فأتى به رسول الله نداله ثم صره وقال إن الله أمرني أن أفرق بينك وبين زينب. يبقى كده نزل التشريع. فأنو آية بقى؟ يعني التشريع نزل جميل في الآية بقى اللي هي إيه؟ اللي هي في سورة البقرة 221، ماشي؟ ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. خلاص. طيب الآية الثانية بقى، الآية اللي هي في سورة النساء، ولن يجعل الله للمؤمنين على ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى ما ينفعش ان تبقى الولاية في ايد مين؟ غير المسلمين ايا كان. طيب انا عايز اقول حاجة، انا موافق ان المسيحي يتجوز مسلم، موافق ان اليهودي يتجوز مسلم، موافق ان غير المسلم يتجوز مسلمة، لكن اما يعمل زي المسلمة، انا ليه مسلم كمسلم كراجل مسلم بتجوز غير مسلمة؟ ليه؟ لأنني أؤمن بكتابها وأؤمن بنبيها وأؤمن بالرسالة التي نزلت عليه، لأن الله قال في خواتيم سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. اسمع اللي جاية، كل وكل تفيد العموم والشمول، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الله. طيب لو هو آمن بكده أنا موافق إنه يتجوز أختي المسلمة، لكن أنت يا حبيبي مش بقول بقى أنت بتقول إيه ولا بتدعي إيه ولا سلوس ولا غيره، لكن بقول لك لو أنت آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا كده أوافق إن أنت تتجوز المسلمة، لكن غير كده أنا بقول للدكتورة أمنة نصير أنت تخصص فلسفة، أنت بتتكلمي ليه في الكلام ده؟ ما تسيب الكلام دوت زي ما الدكتور أحمد كريمة بالظبط ربنا يبارك فيه بالظبط قال كده. أه الدكتور فضل. أحمد الدكتور أحمد كريمة قال في هذا الصدد على الدكتورة أمنة نصير أن تحترم تخصصها في الفلسفة. جميل. ولا تفتري على الفقه الإسلامي. الله. حتى لا تحدث فتنة نحن في غنى عنها. الله. جميل. أيضا الشيخ عبدالله رشدي قال في هذا الصدد زواج المسلمة من غير المسلم باطل، وإن حدث فهو زنا، إن حدث جماع في هذا الزواج فهو زنا، ومن زعم أنه زواج
فقد كذب على دين المسلمين. في المقابل آخرون اللي هم المعارضة بيقولوا إن دي خطوة جريئة لتصحيح ما حلله الرجل لنفسه وحرمه على إيه؟ على المرأة. يعني داخلين من الباب ده وعندنا فتوى. طيب أنا ليه تعليق بس على اتفضل. على المعارضة. طب أقول الفتوى الأول وبعد كده حضرتك عقب. اتفضل. أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بشأن الجدل حول زواج المسلمة من غير المسلم، أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، وهذا الحكم من هوية الإسلام. ده بيان التي أصدرته دار الإفتاء. حضرتك عايز تعقب على المستخدمون الآخرون اللي هم داخلين من باب أن الرجل حل لنفسه أنه هو يتجوز غير مسلمة وحرم على المسلمة أن تفعل نفس الفعل وهي تتزوج من غير المسلم. وحضرتك قلت أن المسلم دينه يأمره أن يؤمن بكل الكتب السماوية، وبالتالي لن يمنعها من ممارسة طقوسها ولن يجبرها على الدخول في الإسلام أو غيره، لكن العكس أن باقي الأديان لا تعترف بالدين الإسلامي، وبالتالي يعني مش هيعترف بالطقوس بتاعتها وقد يمنعها من ممارسة طقوسها وهي لا تستطيع مخالفته. ده ملخص اللي حضرتك قلته. طيب ايه رأيك في الباب اللي داخل منه الناس الآخرين اللي هم بيقولك وانت حلال ليك وحرام على غيرك؟ يعني انت بتحلل لنفسك كرجل ان انت تتزوج غير المسلمة وبتحرم على المرأة انها تتزوج بغير المسلم. وصلت المعلومة. بالضبط. سيدي انا في البداية بالنسبة لفتوى الأزهر احنا فصلناها بالأدلة. تمام؟ تمام. بالنسبة للكلام دوت كله انا عايز أأصل قاعدة. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. يعني مش الراجل اللي حلل لنفسه، مش الراجل هو اللي حلل ولا هو اللي حرم، لكن الذي أحل هو الله. سيدي الزواج قلت أنه ميثاق غليظ، عقد ميثاق غليظ. الزواج هو شيء تعبدي وقف لله تعالى الذي شرعه هو الله، والذي عرفنا كيف نتزوج وكيف نختار وكيف نبني الأسرة هو رسول الله. أنا عايز أسأل سؤال مجاب عليه. يعني الله سبحانه وتعالى في 90 آية في القرآن الكريم بيأمر بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن ما عنديش آية في القرآن بتقول إيه؟ إن الصلاة أربعة، الظهر أربعة، ولا العصر أربعة، ولا المغرب ثلاثة، ولا الكلام دوت كله. ولذلك قال الله في سورة النساء آية جميلة قوي، آية جميلة قوي، قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله مين؟ والرسول. يبقى الكتاب والسنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وبعدين ذلك خير وأحسن تأويلا. أنا هسألك سؤال يا أستاذ إسلام. تفضل. يبقى دلوقتي الرجالة هم اللي بيحللوا؟ الرجال هم اللي حللوا لنفسهم؟ لا طبعا. يبقى ده رد، بس رد صغير خالص على الجماعه دول. على اساس ان هم بيتكلموا ان هناك مساواه بين الرجل والمراه. المساواه موجوده، ولكن هم طبيعه الرجل مختلفه عن طبيعه المراه، والاديان السماويه راعت ذلك. يعني اعتقد ان داخل الديانات الاخرى ان زواج واحد من مله من زوجه من مله اخرى هذا محرم. طب اسمح لي اقول حاجه. وهم داخل نفس الديانه. اسمح لي اقول حاجه. يعني. اسمح لي اقول حاجه. اتفضل. انا عايز اقول حاجه. الدكتوره امنه نصير يعني هي ان كانت اكبر مني سنا فهي استاذتي، ولها قدرها ولها مكانتها، ولكن عايز اسالها سؤال. لماذا انت تثيري مثل هذه القضايا رغم أن غير المسلمين عندهم آيات في كتبهم يمنعون الزواج منهم بالمسلمين؟ هم أصلا عندهم آيات بغير دياناتهم. أيوة. يعني ممنوع داخل المسيحية إن هو يتجوز مسلمة أصلا، واليهودية كذلك، وممنوع إن ممنوع أصلا. يعني لما أنا أتجوز كتابية غير مسلمة الكنيسة بترفض. أيوة. اشمعنى أنا كدكتورة في الأزهر أو إلى آخره أثير هذه القضية؟ طب إيه الحكمة؟ إيه المغزى؟
يا ريت لو ننفع نتواصل معاها او ده داخل داخل الديانه الواحده بيمنع الزواج من يعني زوج من مله واخرى من مله اخرى، بيمنع الزواج يعني هي على مذهب وهو على مذهب اخر داخل الديانه او الديانه أيوة السماويه يعني بيمنع الزواج يعني ما بينهم، بين الطوائف ما في المله الواحده أيوة ممنوع اصلا، ممنوع اصلا بين الطوائف في ما بالك انت من ديانه اخرى. انا عايز استاذنكم لو في مداخله ليها او ينفع نتواصل، يا ريت. انا عايز اقول الحكمه، عايز اسالها فريق الاعداد، احنا بنحاول نتصل بيها من امبارح واول امبارح للرد وهي ما بتردش، والتليفون احيانا مغلق واحيانا بيدي جرس وما بتردش. طب خلينا يا ريت هي تعمل مداخله معانا. اتفضلي. الجمله هي قالتها، هي قالت ده اجتهاد من الفقهاء، يعني هي اكدت اللي هو ان المسلمه ما تتجوزش مسيحي. طب والايه اللي انا جبتها دي هي بتاكد على كده. جميل. على هي بتستخدم الاساليب الفلسفيه والنظريات. طيب هي تخصصها ايه؟ فلسفه. الله ينور عليك، تخصصها فلسفه، يبقى ما تتكلمش في الفتوى. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حديث صحيح، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار يوم القيامة. سألهم أحد الأئمة الإمام محمد عبده رحمه الله، بيسألوه بيقولوا له أنت بتقول إن القرآن فيه كل حاجة، قال لهم آه. قالوا له طيب قول لنا بقى شوال الدقيق بيعمل كام رغيف، هتهنى من القرآن دي، شوال الدقيق بيعمل كام رغيف؟ فالقرآن في كل حاجة. أيوة القرآن في كل حاجة. طيب قال لهم قل لنا بقى شوال الدقيق بيعمل كام رغيف؟ فراح رفع السماعة قالوا واتصل بالخباز، قالوا يا خباز شوال الدقيق بيعمل كام رغيف؟ فقالوا له لا هي دي موجودة في القرآن، قال لهم آه، قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب السؤال اللي أنا بقى عارف إجابته واللي كلنا عارفين إجابته، هل أنت أهل تخصص؟ هل الدكتورة أمنة نصير أهل تخصص لا. إن هي توضع فتوى أو تتكلم في الفقه؟ تصير الجدل ده. طيب ما تسيبه بقى بالظبط الفقه الأهل. إيه اللي حضرتك توجهه للدكتورة أمنة عشان إحنا أمنة نصير إن إحنا عايزين نختتم هذه الفقرة، لأن عندنا فقرة هامة جدا وحضرتك معانا ضيف مستمر بنرحب بيك أيضا في الفترة الجاية إن شاء الله. إيه اللي توجهه للدكتورة أمنة ومن هو على شاكلتها؟ اللي هم الناس اللي بيقول لك اشمعنا وفي مساواه وكذا، ولكن احنا بنقول طبيعه الرجل غير طبيعه المراه، وهذا تشريع ما فيهوش فلسفه، يعني احنا ما ينفعش نجتهد في نصوص دينيه ونحاول ان احنا نطوي ونقوم بلي هذه النصوص لتوافق اغراض معينه. جميل. كلمه اخيره توجهها للدكتوره. انا هقول لها ثلاث كلمات. اولا هقول لها الله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإنت ما انتش قادرة أن انت تجمعي الأدلة من القرآن أو من السنة، اقعدي قبل ما تسيري هذه البلبلة وقبل ما تسيري هذه القضية، اقعدي مع أهل التخصص وجدليهم الأول. ثانيا لا اجتهاد مع النص، وهذا قول الله ولا اجتهاد معه. ثالثا أقول لها كفانا الإسلام قضية عادلة لكن المحامي فاشل، فمن يتكلم في الإسلام لابد أن يكون أعلم بأصول وثوابت الإسلام. جزاك الله خيرا. بنشكر حضرتك جدا دكتور. وحضرتك مستمر معانا. وهنطلع فاصل، هنطلع فاصل، وفقرتنا الثانية هتكون فقرة عن الألعاب، ألعاب المراهنات الإلكترونية، يعني الألعاب دي بقت منتشرة جدا، فانتظرونا بعد الفاصل وفقرة هتعجبكم جدا.